أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أخوتي أحبتي السادة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم، من هذا المكان ومن هذه البقعة التي تذكرنا بدوار اللؤلؤة، دوار الشهداء الذي سمي بعدها، هذا المكان نقول للشعب البحريني العزيز المجاهد، أنتم لازلتم على طريق الحق وطريق الجهاد، أنتم لازلتم في طريق الحسين عليه السلام. نعم، شهداءكم أبطال قدموا أنفسهم في سبيل الحق، معتقليكم الذين لا زالوا في سجون الطغاة هم دليل واضح على صمود الشعب البحريني الأبي الذي لن يتنازل ولن يخضع ولن يركع أمام الطغاة، وأن اجتمعت عليكم كل الدول وناصرت هذه العائلة الحاكمة لأجل الإطاحة بهذه الحركة وهذا الطريق الذي سرتم عليه. فأقول سلام الله على شهدائكم الأبرار، سلام الله على ذوي الشهداء الصابرين، السلام على جرحاكم المهجرين المبعدين عن بلادهم. نعم يا أبناء البحرين، أنتم قدمتم